أبو ظبي قبلة رياضية لا تنضب ونهر من العطاء. طواف أبو ظبي تميز وإبهار، سرق كل الأضواء وصفق له الزوار. ميرزا يصنع الفارق، ذهب قاري وإنجاز يستحق الثناء. من أبو ظبي تكتب أزهل الفصول، وفي أبو ظبي تروى أجمل الكلمات. هنا عاصمة الفخامة العالمية وقصة الأمجاد التريدة. من أبو ظبي حيث للكبرياء عنوان وللصورة إبهار. تطور لا يتوقف وحضارة تزين البنيان، هنا كل شيء مختلف. مدينة معاصرة تعيش فيها اللحظة باللحظة، تسابق الزمن بمنجزاتها وتقدم كل يوم معلم جديدا للعالم. فهي قبلة للزوار وملاذ العشاق وموطن الهدوء وأرض السلام وصوت الخليج. طواف أبو ظبي ما أروع المشهد وما أكثر الحضور، وكم هو جميل اختلاف التضاريس. من صحراء الظفرة بخضارها ومزارعها وألوانها الجذابة إلى عاصمة ناطحة السحاب بشوارعها وشواطئها وفخامتها الذهبية، إلى ياس موطن الترفيه وقبلة الرياضيين من شتى بقاع الأرض، ختاما بمدينة الزهور وجبالها الشاهقة المطلة على مدينة العين الغناء. طواف أبو ظبي تنظيم فاخر ومشاركة واسعة، تنافس شريف في أجواء شتوية تأسر القلوب وتشد الناظرين. اختتم اليوم وكان كل شيء يدعو للفخر، كيف لا ونحن دائما إلى الطليعة أو في الطليعة. وإن أردت أن تشاهد حدث وتنظيم يفوق الخيال، ما لك إلا أبو ظبي. اختتمت النسخة الرابعة لطواف أبو ظبي عام 2018 مساء اليوم بمدينة العين. بعد خمس مراحل كانت الإثارة هي العنوان الأبرز لها، وأقيمت على مدى خمسة أيام ما بين منطقة الظفرة بمدينة زايد وجزيرة ياس والعاصمة أبو ظبي وجزيرة ماريا ومدينة العين. جاء
ختام الطواف اليوم بالمرحلة الخامسة العين لمسافة 199 كيلومترا، وهي المسافة الأطول والحاسمة في تحديد بطل النسخة الرابعة مرحلة مطارات أبوظبي، كما تعتبر الأصعب بين مراحل الطواف لطبيعتها الجبلية. انطلق السباق من قصر المويجعي في الساعة 11:45 من صباح اليوم، ووصل إلى محطته النهائية في قمة جبل حفيد في وقت مقدر بخمس ساعات. ومن أبرز المعالم التي مرت بها المرحلة أستاذ هزاع بن زايد، وقلعة الهيلي، وقلعة الجاهلي، ووادي المغامرات، وحديقة الحيوانات، وواحة العين، وسوق القطارة، والمبرز الخضراء. وتوج الإسباني أليخاندرو فالفيردي من فريق موبيستار بلقب المرحلة الأخيرة من طواف أبوظبي، إذ كان قصر المويجعي خط البداية فيما كان جبل حفيد هو خط نهاية السباق. يسعدني في أبوظبي اليوم أن يكون معنا في الاستديو سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والرجل الذي يقوم بعمل جبار دائما في مجلس أبوظبي الرياضي في كل الفعاليات التي تنظمها العاصمة الحبيبة. أهلا بك أبو حمد، نرحب فيك ويانا أبو حمد. أهلا فيك، بس مش الرجل يقوم بعمل جبار، بالعكس الفريق العمل كامل وكل الشركاء اللي موجودين معنا على أرض الواقع بما فيهم قناة أبوظبي الرياضية، فنرحب فيك وسعيدين بالتواجد معاكم في الاستوديو ونلتقي مره ثانيه باخواننا المشاهدين ان شاء الله. كما يسعدني الترحيب بالسيد باولو بيلينو المدير العام لشركه ار سي اس الرياضيه، نرحب فيك مستر باولو. شكرا، انا سعيد جدا بان اكون معكم. ابو حمد، يعني بعد الختام المبهر، بعد الختام الناجح، بعد حديث العالم، ما بقول بس محبي الدراجات، اليوم كيف كانت النهاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نقول الحمد لله نحن دائما على نجاح الوصول إلى خط النهاية، ونجاح السباق، نجاح الطواف في الوصول إلى خط النهاية بدون أي مشاكل، وفي نفس الوقت نقول إن شاء الله الدراجين الاثنين اللي صار في بعض الحوادث البسيطة الفردية لهم خلال اليومين الماضيين أن يكونون بخير. طمننا عليهم كفريق طبي مع الأخت ريما الحوسيني رئيسة اللجنة الطبية، وباقي الأمور الحمد لله كلها على ما يرام، ما عندنا أي حوادث الحمد لله، ما عندنا أي تعطيل، ما عندنا أي تدخل من حافلات معينة أو من سيارات معينة في الطريق وتعطل خط السير. هذا النجاح الحقيقي بالنسبة لنا، نحن نقدم سباق مميز على مستوى التنظيم بالتأكيد، ولكن الحمد لله أقدر أقول أن احنا راضين كل الرضا، لأن اليوم الختام كان فعلا ختام مسك، ختام مميز بتنافس على شدة لين آخر 5 كيلومتر من نهاية السباق، يعني 687 أو 688 تقريبا مسافة السباق، ولكن قدروا الدراجين أن يستمرون في المنافسة ما بين تغير مرتدي القمصان على مدى الأيام الخمسة، وفي النهاية بطل أسطوري أليخاندرو فالفيردي بعد عودة مميزة له من الإصابة أنه يقدر ينافس ويراوينا تكتيك مميز صراحة في آخر السباق، ويتوفق في أنه يفوز في السباق. هذا مكسب لنا كبير، لأن الدراج من الدراجين المميزين على مستوى العالم، وجنسيته طبعا إيطالية تعطيك زخم كبير في صحيح. دول أوروبا، وفي نفس الوقت الفريق اللي هو في فريق موفيستار الأسباني، فكل العناصر هذه لما تجتمع في نقدر نقيسها نحن في الوقت الحاضر من خلال القنوات العالمية اللي قاعدة تتابعنا، أو حتى من خلال إن شاء الله التقارير التأثير الإعلامي اللي راح يكون للسباق بعد ما يوصلنا خلال الأيام القادمة إن شاء الله. سيد بالو، احنا نتحدث أكيد يعني 4 نسخ على طواف أبوظبي، كيف شاهدت هذا النجاح والنجاحات التي تحققت
من خلال هذا الطواف اللي خلنا نقول حديث الولادة لكن كسمعة لاقى سمعة كبيرة. أنا شاهدت طواف أبو ظبي يتطور سنة بعد سنة، وهذا الاتفاق الذي كان مع السيد عارف من البداية أن يكون هناك بناء لهذا الحدث الذي يتطور سنة بعد سنة، وأعتقد أنه في هذا العام وصلنا إلى النضج الكامل. أصبحت هناك حدث جميل، وأيضا تم الحسم في آخر مرحلة، وأعتقد أنه آخر كيلومتر في آخر مرحلة، وترك صورة جميلة جدا لأبو ظبي والمنطقة ككل. لذلك عندما نرى نجمع كل هذه مع هذا البلد الكبير، أصبحت هناك هذا الطواف الكبير مع فائز كما ذكرنا أنه من مستوى عال جدا، ونحن كلنا كنا نعرف أنه بعد التور دي فرانس potesse ritirarsi invece è tornato con una grandissima voglia di vincere e qui ha fatto un risultato incredibile. جميل محمد، واحنا نتحدث يعني خلينا نتحدث عن الاضافات اللي ضفتوها في هذه النسخه، وال يعني اكيد انتم مثل ما ذكرت يمكن تنتظرون الايام على النتائج، لكن كانت نتائج مبدئيه واوليه لمجلس ابو ظبي الرياضي، كيف لقيتوا هاي النتائج على هذه النسخه والاضافات اللي ضفتوها؟ انا اقصد طبعا الاضافات اللي كان هناك لنا حديث يا طلاب. بالتاكيد لابد ان احنا نبدا من بدايه تفكير في الطواف لحد ما وصلنا للمرحلة اللي نحن فيها اليوم، وتوجيهات سمو الشيخ خزاع بن زايد في بداية فكرة الطواف ورعاية الكريمة للسباق ومتابعته له، وفي نفس الوقت توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي أن يكون الاستعداد بالطواف على أدق ما يرام وعلى أفضل ما يرام، وفي نفس الوقت يكون حريص على متابعة كثير من التفاصيل مع معالي نائب الرئيس محمد خلفان رميثي. كل المتابعه هاي اللي موجوده كانت منذ البدايه ان احنا نظهر بطواف مميز، كانت هي الحافز بالنسبه لنا ان احنا نوصل الى عمليه ان ما نكتفي باول سنه، نعمل لها ونشتغل دائما على الوصول الى ثالث سنه. من الاشياء اللي سويناها يمكن من البدايه حتى في اختيار الشريك اللي راح يقوم في التنظيم معنا من الطواف اللي هم الاخوه ار سي اس، وباول يمكن يعرف هالشيء من اول سنه، نحن حتى قبل ما نبدا معاهم عملنا فريق عمل يعمل زياره لجيرو ايطاليا لسباق الايطالي الجيرو، وفي نفس الوقت يطلع على سير العمل هناك ويبدا ياخذ الخبره المبدئيه قبل حتى ما يكون هني. كان موجود عندنا في عناصر من كل الاجهزه، كان في بعض الاخوه من شرطه ابو ظبي اللي مشكورين يعني دائما مساهمين في نجاح الطواف من النقل، وفي نفس الوقت من عندنا من مجلس ابو ظبي، وبدينا واقتنعنا بعمل الاخوه في ار سي اس بي في الجيرو، وبدينا من هذيك المرحله ان احنا نخطط كيف ممكن يكون عندنا سباق طواف عالمي في ابو ظبي. البدايه كاول سنه كانت صعبه بالنسبه لنا، لان من الصعوبه انك تحصل وقت مناسب صحيح في الاجنده، فكان افضل وقت بالنسبه لنا في نوفمبر. الكابتن كان شاف فيه ان الروح قابليته للبطوله، هذه كانت كان انا بدخلها لكن هي تسجل في الاتحاد على كون عمرها اربع سنين ما شاء الله. اي باتت خلاص سلام، يعني كم عمرها الحين سلام؟ ممكن اربع سنين. اربع سنين على فكره مشكوره تجهد عليه استاذ عبد الغني، لانه عبد الله لو احنا ذكرنا بالحلقات السابقه في كل المشاركين في السباق، وهذه كانت فكره مقدمه من عندنا لاول مره من مجلس ابو ظبي، والحمد لله يعني لاقت صدى كبير، لان في العاده سباقات الطوافات يكرم فيها المتسابقين كل سباق لوحده، وفي نهايه السنه ما يصير في عندهم اي تكريم عدا انه موجوده بطوله العالم، ولكن في بطولات كبيره مثل التور دي فرانس، مثل الفويلتا في اسبانيا، الجيرو، الوول تورز كامله، كل السباقات هذه حصلوا منصه مناسبه لعمليه التكريم فيها على ما يرام، صاروا ينافسون فيها حتى الاتحادات الاخرى مثل كره القدم او مثل الاتحادات اللي تحتفل دائما بنهايه الموسم. بعد النجاح هذا اللي تحقق في اول سنه، الحمد لله اقتنعوا الاخوه في الاتحاد الدولي ان السباق والتنظيم اللي قدم، واشكر فيه بالتاكيد شرطه ابو ظبي لان كانوا هم مع دائره النقل عامل رئيسي في النجاح اللي بديناه في اول سنه، لان كل شيء كان جديد بالنسبه لنا نحن، مهما انت استعنت باي خبرات ولكن يبقى الدور اللي موجود عليك دور اللي موجود مع المؤسسات الشريكه اللي موجوده معاك. قدرنا في اول سنه مع وجود الحمد لله عدد كبير من المتطوعين مارشال الامارات ان نحن نقفز بالتصنيف، وفي نفس الوقت
نقنع الاتحاد الدولي ان احنا يدخلنا في تصنيف افضل ويعطينا توقيت افضل اللي هو في فبراير، وكانت هي الانطلاقه في السنه الثالثه بالتاكيد، ووصلنا الى ان احنا نكون على المرحله العالميه. وشيء يمكن ما يعرفه الكل، احنا ما استعجلنا في عمليه ان نكون احنا في سلسله سباقات العالميه، ولكن تقرير للاخوه في الاتحاد الدولي ورغبتهم ان في المنطقه محتاجين سباق في هالمستوى، وفي نفس الوقت لما شافوا قوه التنظيم الحمد لله اللي موجوده واللي تميز اغلب فعالياتنا الحمد لله في دوله الامارات، قالوا يا جماعه انتم السباق اللي موجود عندكم الليفل ماله اعلى من السباق الاتش اس 1 اعتقد، فلا بد ان احنا ننتقل الى ان تنتقلون الى السباق الدولي. وكان باقي عن اجتماعهم الفني لقبول طلبات السباق الدولي اسبوع تقريبا او 10 ايام، فاستعجلون ان نحن نشوف ان انتم محتاجينكم تكونوا معانا، انتم قدموا، وهذه كانت بالنسبه لنا فيها مسؤوليه كبيره، وفي نفس الوقت فيها ثقه الحمد لله كسبناها مع الاتحاد الدولي، وقدرنا ان احنا نقدم لهم كل الشروط، قدمنا فايل مناسب ان احنا ننتقل الى السباقات العالميه في 3 سنوات، وهذا كان وقت قياسي، ولكن اعيد واكرر انه ما كنا بنحقق هالشيء لولا انه كان تخطيط الحمد لله على ما يرام من كل الشباب اللي اشتغلوا ويانا في فريق العمل بدون استثناء، لو ذكرتهم كلهم ما بخلص، المتطوعين اللي موجودين، وبالتاكيد شركائك في الحكومه، يعني شرطه ابو ظبي، دائره النقل، بلديه ابو ظبي وبلديه العين، بلديه الظفره، تتكلم عن شركه ابو ظبي الاعلام وقناه ابو ظبي الرياضيه، اللي ما يعرفون الناس انه من اول سنه جيشوا الكثير من المصورين ومن العربات ومن عمليات النقل، يعني نحن نتكلم عن طواف، ما نتكلم عن عملية إنه يكون عندك حدث مثل مباراة توقيته معروف السيت اب واحد، لا تتكلم عن كاميرات متحركة في كل مكان، تتكلم صحيح. عن 19 كاميرا متحركة مش ثابتة، تتكلم عن طيارتين هليكوبتر مشكورين بعد طيران بضبي يقدمون لنا إياهم كتعاون منهم وشراكة بينهم وبينهم، وطيارة أخرى موجودة ريلي بس لالتقاط على بعد تقريبا 15 إلى 20 ألف قدم بس لالتقاط الإشارة وإعادة إرسالها علشان تكون واضحة بهالدقة هذه اللي هي موجودة. كل هالعناصر والعوامل هذه ما كنا نحن لا مجلس أبو ظبي أو أي جهة متفردة من بروحها بتقدر أن تعمل فيها أو تنجح فيها لو لم يكن عندك كل الشركاء مؤمنين بالحدث. الحمد لله اليوم الحدث انتقل من أنه يكون حدث رياضي فقط لأنه يكون حدث خاص في إمارة أبو ظبي، إمارة أبو ظبي اللي شفنا 700 كيلو تقريبا أو 680 كيلو موجودة عندنا ننتقل فيها من كل المدن، كل يوم عندنا مدينة جديدة في الإمارة، لكن ما ننسى أن احنا نتكلم عن إمارة أبو ظبي اللي تمثل 87% من مساحة دولة صحيح. الإمارات نعتقد دائما أن دولة الإمارات والعاصمة أبو ظبي قدمت الكثير لنا كمجتمع كشباب كقطاعات رياضية، وتستحق دائما ان احنا نظرها في افضل صوره. جميل. سيد بالو، يعني استكمالا للحديث اللي ذكره الاخ عارف، يعني العلاقه او علاقه التعامل والشراكه مع مجلس ابو ظبي الرياضيه وشركه ار سي اس، تحدثنا اكثر بالدور وتطور هذه العلاقه اللي وصل فيه طواف ابو ظبي بالتعاون بين شركه ار سي اس وايضا مجلس ابو ظبي الرياضي. Beh, la relazione è ottima, abbiamo lavorato molto bene in questi anni, abbiamo costruito un rapporto ottimo, abbiamo sperimentato tante cose nuove. Vorrei ricordare, Mr. Aref prima parlava delle cose che sono cambiate durante gli eventi della Abu Dhabi Tour. La prima volta abbiamo fatto in diretta le onboard camera. Is the first time onboard camera that we had here in first time in live in a competition. We have been in a Formula One circuit. We became very very soon in 1 year in 2 years we became World Tour. So we have made an incredible amount of things for two reasons. The first one, a good cooperation. The second one, a good destination, because at the end of the day, the destination is very important yeah. in terms of visibility for television and also for the riders to come to compete. So yeah. this is a part, and we create, I think, a great team.
Our intention is to continue, of course, and to grow up year by year as we grow up in the last 4 years. So we are more than happy about moving here, working and cooperate with this unbelievable country. جميل. عموما مشاهدي الكرام احنا مستمرين لكن نتوقف قليلا لفاصل ونعود. فوزه في مباراة الذهاب على أتلانتا بهدف دون رد، البيانكونيري يستقبل كتيبة جاس بيريني ويسعى لتأكيد هيمنته على مسابقة كأس إيطاليا. فهل سيستغل زملاء بوفون تواجدهم على ملعب الأليانز ستاديوم لتأكيد فوز الذهاب، أم أن لأتلانتا رأي آخر في قمة المواجهات الإيطالية بين اليوفي وأتلانتا في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية؟ القوة، اللياقة، السرعة والعزيمة، ذلك ما يميز الأبطال، وذلك ما يجعل للمنافسة نكهة خاصة، وسيشعل الإثارة في برمنغهام في أقوى بطولات ألعاب القوى. بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالة على أبوظبي الرياضية. نحن هنا نواجه التحدي، نمارس شغفنا، نروي قصة مجدنا بالعزيمة والإصرار. اتخذنا القرار نكون أو لا نكون. اليوم نتحدى السطون، ندرك ما نريد، ولدينا المزيد. هنا لنشارك الأولمبياد الخاص، الألعاب الإقليمية التاسعة، أبوظبي 2018. توج الإسباني أليخاندرو فالفيردي من فريق موفيستار بلقب المرحلة الأخيرة من طواف أبوظبي، والتي امتدت لمسافة 199 كيلومتراً، وأطلق على المرحلة الخامسة والأخيرة من النسخة الرابعة لطواف أبوظبي مرحلة مطارات أبوظبي، وأقيمت في مدينة العين دار الزين، إذ كان قصر المويجع خط البداية، فيما كان جبل حفيد هو خط نهاية السباق. أعلن اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي عن إعلان التطبيق الفعلي لتقنية الفيديو في تجربة تعد هي الأولى بعد 7 أشهر من التدريب وورش العمل، وبدء تطبيق التقنية في مباراة دور الدرجة الأولى للهواة، وكانت الحالة الأولى قد شهدتها مباراة القمة بين بانياس والفجيرة. تلقى فريق العين الخسارة الأولى له في دور الخليج العربي على يد مستضيفه فريق الشارقة ب3 أهداف مقابل هدف في جولة شهدت تعثر فرق المنافسة، إذ تعثر الوصل بالخسارة أمام دبا ب2 دون رد، فيما تعادل الوحدة أمام شباب الأهلي دبي ليقلص الفارق بينه وبين الزعيم العينوي إلى نقطة وحيدة. إذن نعود لحديثنا عن طواف أبو ظبي والنجاح الذي تحقق. سيد باولو، يعني وانت تتحدث أبرز التحديات اللي واجهتكم أنتم في هذا التنظيم،
اللي كان لكم دور كبير وشراكة كبيرة مع مجلس أبو ظبي الرياضي. في البداية ربما أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة جدا كانت بعض المشاكل في البداية، لأننا تنظمنا أول نسخة في طواف أبو ظبي بسرعة ولم يكن لدينا وقت كافي، ولذلك لابد أن أقول أن فريق العمل الذي أنشئ هنا ليس فقط أنه قام بتنظيم رائع، ولكن يتعلق أيضا بالشرطة المحلية والنقد التلفزيوني، وكان رائعا جدا أن بنينا هذا الفريق بطريقة ممتازة، وكان يبدو أيضا أن يكون سهلا تنظيم مثل هذا الحدث للدرجة، لذلك نحن خارج على الطرق، وأعتقد أنه أيضا هناك حوالي 700 كيلومتر، ولذلك كنا نسافر من بلد إلى آخر، وكل مرة نرى أنه تعرفون ما الذي حصل الأمس، كان هناك رياح ثم شمس واليوم بعض الأمطار، لذلك كل شيء ممكن أن يقع ويحصل، لذلك في كل حال كل شيء كان يعمل بطريقة جيدة جدا من ناحية الرياضية، من ناحية الرؤية، من ناحية التلفزيون والنقل التلفزيوني، وبالنسبة لي كان فعلا أفضل الحدث المنظم بالنسبة لطواف أبو ظبي مع تاريخنا القصير، ولكن أنا متأكد أنه الأفضل من ناحية الرياضية، من ناحية النقل التلفزيوني، ومن ناحية أيضا الأجواء حيطة بكل ذلك. وقد اخترنا مع سيد عارف أيضا الفريق، وهو فريق مختلف كان هناك بالنسبة للتوقيت وبالنسبة للمرحلة الأولى ومرحلة الجبل، وكان كنا أشياء مختلفة، لذلك كانت هناك بعض العناصر الجديدة في كل مرة، دائما أيضا بالنسبة للمعلومات عن كل المتسابقين الدراجين، ثم بعد بالنسبة للكاميرا، بالنسبة نحن جربنا كل التقنيات الجديدة أيضا وبعض الأنشطة الجديدة، وبعد ذلك كان بإمكاننا نقوم بطريقة واحدة لأن لدينا فريق يعمل مع بعض بطريقة جيدة. بالنسبة لكم أبو حمد، أنتم كمجلس أبو ظبي، شو الصعوبات أو التحديات؟ ما بقول الصعوبات، شوف التحديات دائما أنك أنت يعني تقدم شيء مختلف حق المتسابق حق المشاهدين، بالنسبة لنا في دائما المنظور اللي تقدم فيه أو الاقتناع في عملية وجود بطولة أخرى غير بطولات المعتادين عليها دائما ما كانت هي العنصر الجاذب حق مختلف الجهات، ولكن بعد أول سنة أقدر أقول إن إحنا الحمد لله يعني بسرعة أثبت مجتمع الإمارات ودوائر الإمارات كلها والمؤسسات المحلية أن الاهتمام في الرياضة ما يتوقف عند رياضة معينة، ولكن الاهتمام ممكن يشمل كل الفعاليات. في نفس الوقت شفنا تنافس ما بين الجهات نفسها في فرقها نفسها، يعني شفنا المؤسسات تتسابق، يعني أنا ما بخفيكم سر أن خلال الفترة الماضية يمكن الأخوة الموجودين في شرطة أبو ظبي اللي تواجدوا معنا كانوا يتواجدون معنا من قبل السباق بفترة في اللجان المنظمة موجودين معنا، ولكن العمل والتنظيم اللي صير في عملية إغلاق الطرق، يعني أنت تخيل أن الإغلاق هذا إغلاق جزئي مرحل من مكان إلى مكان، ولكن 10 كيلومتر لابد أن يكون فيه استطلاع له من فرق من الحكام، فرق من فريق أبو ظبي الفني، وفي نفس الوقت في متطوعين يقومون بتنظيف أي شيء لو موجود قبل ما يوصلون الدراجين، وفي نفس الوقت الشرطة موجودين على كل مدخل ولو فرعي على الطريق هذا كامل، ولكن الحمد لله بعد نشكر أكيد كل المرتادين الطرق اللي تعاونوا ويانا على أتم ما يمكن عمليات الإغلاق، الحمد لله ما تجاوزت 10 دقائق بعد مرور عمليات فتح الإغلاق، ما تتجاوز 10 دقائق بعد مرور كل موكب. التحديات هي موجودة مثل ما أقول لك في تقديم شيء مختلف شيء جديد للعالم، لأن لابد أنك أنت تقنع العالم أن دولة الإمارات قادرة على تقديم شيء مميز في كل المجالات، لأنك أنت ما تتكلم عن الحمد لله، يعني اليوم دولة الإمارات أعلن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد عن فوزها ب50 مؤشر تنموي حكومي موجودة ومجتمعي، فأنت تتنافس مع مؤسسات أخرى موجودة في الدولة تقدم دائما ما هو يطمحون فيه أن يكونون في المرتبة الأولى أو في مقدمة أو في مصاف دول متقدمة في العالم، فلا بد أنك أنت لما بتقدم حدث رياضي يكون بنفس المستوى. الأحداث هذه أثرت كثير بالنسبة لنا نحن في المجتمع، تقبلها الحمد لله فاق توقعاتنا، يمكن عملية قبول للاتحاد الدولي أنا أقول
بعملية الموعد أننا ننتقل إلى فبراير كان هذا تحدي كبير، لأن الكل شاف طبعا من أول سنة نحن طرحنا فكرة أن شهر 11 صح راح يكون السباق موجود، ولكن سباق تحدي تشالنج، ما راح يكون سباق مجرد للمتعب تعال موجودين في المنطقة هذه وشاركوا وخلاص، لا بدينا من أول سنة اقتنعوا حتى الدراجين أنه يعني كانوا يعني أتذكر في 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 مرحلة الظفرة في أول سنة كانت درجة الحرارة 47 درجة، ما كانت شيء بسيط يعني، والمسافة تتكلم عن ما يقارب من 160 كيلو متر تقريبا، ولكن تم الاقتناع بالفعل من قبل الفرق من قبل الدراجين لابد يقدم الأفضل. اقتناعهم بوجود أول سباق في حلبة، حلبة خاصة في الفورمولا 1 أو خاصة في سباقات سيارات، كان هذا علامة فارقة بالنسبة لنا. نحن السنة هذه جربنا أنه ما نستخدمه، ولكن تفاجأت أنه بعد الفرق قاعدين يقدمون طلبات بالنسبة لنا، وننتظر بعد قرار يعني حتى مدير السباق الفني يقول يا جماعة نبغى نرجع للحلبة يكون على الأقل واحدة من المراحل فيها، وهذا يدعوك للفخر أنك أنت تقدم شيء جديد بهدف أنك تكون شيء جديد، لكن تتفاجأ الاتحاد الدولي أو الفرق تقول لك لا هذا نبغي شيء ثابت، معناته أنت نجحت في صحيح. التحدي اللي قدمته، مثل ما قلت لك موضوع الحفل التكريم السنوي اللي أقيم وانتقل بعد ما أقيم لسنتين في أبوظبي أنه ينتقل لدول أخرى أقيم في الصين، يعني هذا شيء بعد يعتبر بالنسبة لنا إنجاز أن اليوم احنا قدمنا شيء وبعدين خلاص انتقل للعالم. وجود التكنولوجيا واستخدام فريق فيلون يضم تقريبا تعاون مع عدة فرق موجودة، الفرق هذه مثل ما قال باولو قبل شوي أن نحن لأول مرة يتم استخدام كاميرا الكام كاميرا اللي هي اللي تستخدم في الدراجة لنقل الأشياء اللي تصير داخل السباق في سير السباق، كانت لأول مرة تحدث عندنا هني في الستيج اللي تم فياس، الحين من هذه المرحلة لين اليوم يستخدم في كل السباقات في الوولد تور على مستوى العالم. صحيح. هذا الشيء كان بالنسبة لنا علامة فارقة. فيلون قدموا لنا بعد في السنة الثانية المعايير البيولوجية مال الدراج وهو في مراحل السباق، وكان على مجموعة مختارة انك تعرف الهارت ريت ماله، تعرف الباور ماله كم، تعرف كم سرعته من خلال الاب اللي موجود او التطبيق اللي موجود على الايفون، وفي نفس الوقت والسباق ماشي سواء بالكمبيوتر او وصارت تنقل بالنسبة لنا على الشاشة، هذا كان شيء جديد، ولكن يعني فيلون كانوا صراحة بعد متعاونين معنا في عملية تقديم التكنولوجيا هذه، واعتقد ان مثل هالاشياء هاي تنقل سباقات دراجات الى مرحلة اخرى. ما ننسى ان سباقات دراجات مرت بفترة شوي صعبة من بعد مشكلة أرمسترونغ والمنشطات، وصارت محتاجة انها تعود مرة ثانية الى الواجهة. اليوم يعني حتى في الفترة الأخيرة فروم اللي هو بطل تور دي فرانس عنده مشكلة منشطات في سباق لافويلتا اللي في إسبانيا، فمعنات التحدي في السباقات على مستوى عالي، ولكن بعد هذا مسج أن محاربة المنشطات ومحاربة الأشياء هذه على مستوى عالي. اليوم يكون عندنا نحن مدير من الوادة من جمعية مكافحة المنشطات الدولية موجود معانا من أول سباق، ويكون حريص يعني ومقدمين لنا نحن أقصى درجات المساعدة أن يقوم بعمله على أعلى مستوى. هذا كان بالنسبة لنا مطلب من البداية أن نحن نبغى سباقنا يكون على الآخر يعني نظيف، ما في أي نوع من أنواع المنشطات، لأن قاعدين ننقلها للسباقات بعد المجتمعية اللي نقوم فيها في الدولة، أنه مفروض أنه يمارسون. يعني إحنا في مجلس أبو ظبي حاليا عندنا ما يقارب من 12 سباق محلي مجتمعي، يعني والمشاركات تكون أعلى من 500، يعني معدل 500 يشاركون فيها، هذه كلها تحققت لأنه صار فيه انتشار للعبة. الشغلة اللي ما ننساها دائما أنه من يوم بدأ سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه في عملية أخذ مجموعة من المدراء العموم ومن القيادات الحكومية في رحلة أو في مسيرة للدراجات لممارسة رياضة الدراجات في فياس، وأنا أعتقد أن هذه أشعلت فتيل الاهتمام برياضة الدراجات من قبل المجتمع حاليا. وأقولها يعني أنا مو من هواة رياضة الدراجات لهالدرجة، ولكن من هواة كل الرياضات، رياضة الدراجات الحجم اللي تمتع فيه بوجود ما يقارب من 3000 شخص في حلبة ياس كل أحد وثلاثة وأربعة،
ترى رقم خيالي هذيل من المجتمع. نعم. وبخلاف الجهد الحكومي اللي قاعد يقوم بعملية وجود مسارات في مختلف دول في مختلف إمارات الدولة، واليوم الحمد لله في أبو ظبي كمثال، في حلبة، في الوثبة، فيها أربع مسافات تبدأ من 8-16-20-40. تتكلم عن حلبة تم إنشاءها مؤخرا في العين، تتكلم عن حلبة راح تكون إن شاء الله مستقبلا موجودة في الحديريات، وحلبة راح تكون في الظفرة. كل الاهتمام الحكومي اللي موجود يشجعك على أنك أنت تقدم الأفضل. فمهما واجهت من تحديات، مثل ما قلت تحديات بتكون في البداية أكيد موجودة لأن شيء جديد قبل 4 سنوات أو قبل 4 نسخ، ولكن بالتأكيد التحديات اللي تينا بعد السباق وخلال حتى سير السباق إن نحن نجتمع مع الفريق ونقول إن شو اللي ممكن نغيره بعد كل جولة حق السنة الجاية، لأن العمل على المسارات وعلى كل الأمور يحتاج عمل كبير. لكن ما ننسى إن الحمد لله يعني حاليا صارت الجهات كثير متفاهمة، يعني اللي شافوا الطواف هالأسبوع هذا شافوا إن نحن لأول مرة ندخل في مطار في ميناء خليفة. موانئ أبو ظبي، شركة موانئ أبو ظبي، نشكرهم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة هذه لنا، لأن المنظر اللي كان موجود في الدخول ما يقارب من 11 كيلومتر في المطار وفي الميناء، ونقل هالمنشأة الاقتصادية الضخمة اللي يمكن أول مرة وباولو يعرف إن فيه طواف يدخل في الميناء، هذا كان شيء خاص وتحدي بعد بالنسبه وتحدي كبير. شبكه الطرق اللي شفناها من دائره النقل صراحه في استكشاف كل يوم طرق جديده، يعني انا تين اتصالات انه وين هالطريق هذا اللي انتم رحتوا فيه، يعني ما صار العمليه بس مثل اول سنه وثاني سنه اللي الناس تسال عن المدن انه وين هذا في اي مكان، احنا ما نشوفه. تعرف التصوير كان دائما يعكس لك اشياء ما تشوف انت على ارض الواقع لان التصوير علوي، لكن اليوم الطرق حتى وجماليه الطرق اللي موجوده، يعني تخيل اليوم دائرة النقل أشرفت خلال السنوات الماضية على نقل شوارع أبو ظبي من 17,000 كيلومتر إلى 25,000 كيلومتر. لما نتكلم عن 25,000 كيلومتر معناته أنك أنت تقدر تلف على الكرة الأرضية مرتين. هذه الطرق كلها موجودة وأغلبها إذا ما يكون كلها مضاءة في إمارة أبو ظبي، يعني تخيل حجم الجهد اللي موجود من الجهات الأخرى. صحيح. أنت تكون تبرزها في 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 الحدث هذا. I want to say one thing very important. أريد أن أضيف شيء مهم جدا ما قاله سيد عارف، لأنه نحن في أوروبا لدينا خبرة طويلة في سباقات الدراجات والناس يعرفون، ولكن الأرقام التي قدمها هي مميزة جدا بالنسبة مقارنة مع 4 سنوات من عمر هذا الطواف، وأصبح لدينا هذا الحدث المهم لأنه أحد أهم الإرث الذي أخذناه هنا، وأيضا بالنسبة لاقتصاد للدراجات وأصبح يتطور حتى في العالم كله، وأن يكون النتائج كبيرة جدا هنا بالنسبة لهذه المعلومات التي تأتي إلى الناس الذين ينشطون، وهو كان تحد كبير. أيضا المتسابقين أصبحوا يرغبون في القدوم إلى هنا للتنافس لأنه القدوم هنا سهل جدا، وأنهم يجدون أيضا بلدا رائع. والعنصر الثالث أنه يمكنك أن تصور هذا البلد الجميل وتقدمه إلى الناس، يمكنك أن تشاهد ذلك خلال التصوير وخلال البث. الصور التي شاهدناها على التلفزيون أعتقد كانت أكثر من 120 بلدا شاهدوا ذلك، وفي العالم كانت الصورة متواجدة بالنسبة لهذا البلد الرائع. أردت أن أؤكد على هذا مرة أخرى لأن نتيجة رائعة جدا. هل هذا كل هذه المميزات اللي ذكرتها سيد باولو مع سيد عرف، هل هي عطت الطواف أبو ظبي يرتقي لهذا السلم من الدرجات العالية من الاتحاد الدولي للدراجات؟ بالتأكيد أنه نحن شبنا الآن نستجيب إلى هذه المقاييس الدولية بالنتائج. كان هناك في أكتوبر ثم انتقلنا إلى فبراير ثم ذهبنا إلى الطواف العالمي ثم بعد ذلك ذهبنا إلى مرحلة أخرى. في كل مرة نطلب شيئا نقوم ونبرهن، نقدم الدليل ما الذي يمكن أن نقدمه ونقدمه بالطريقة الجيدة والمناسبة. لذلك
ذلك بالنسبة لي يتبع كل طلباتنا لأنه يفهم جيدا بأن هنا نحن نقدم ما الذي نقوله وراء ذلك وراء RCS. نحن متواجدين معهم كشركاء ولكن هناك تنظيم يفهمون أن هناك تنظيم قوي جدا وراء مع المعرفة المتواجدة وكل شيء يصبح ممكن بكل صراحة. جميل أبو حمد، يعني لا بد أن نتحدث عن مخرجات طواف أبو ظبي، لا ما لازم ما ننسى فريق الإمارات. بالتأكيد فريق الإمارات اليوم واحد من المنجزات المهمة، يعني نشكر القائمين عليه، نشكر سمو الشيخ طحنون بالزايد على تبني هالفكرة هذه، لأن يعني فكرة كانت من البداية باقتناع عن عملية أن رياضة الدراجات على مستوى العالم بنشر علم الإمارات في كل قارات العالم شيء بالنسبة لنا يعني يعطينا نحن كإماراتيين الفخر. من خلال مشاركتهم أكيد نحن نتعامل وياهم هني مثل أي جهة أخرى، ونشيد بعدنا برئيس الفريق سعادة مطر اليبهوني اللي كان من البداية معانا في تأسيس الطواف، ولكن في نفس الوقت في اليوم اللي بدأ فيه يرأس في الفريق قلنا له أنت نحن أورجنايزر أو منظم وأنت متنافس، لازم نتعامل بالتساوي مع كل الفرق، ولكن كان عندهم صراحة حضور مميز في السنة الأولى السنة الماضية. السنة هذه لم يحالفهم الحظ في النهاية، ولكن كان في حضور قوي أعتقد لدراجينهم في هالسباق هذا. كانوا يأملون بأن المتعاقدين معه لو فابيورو واحد نجوم إيطاليا وبطل إيطاليا صراحة لو فابيورو أنه يكون في المقدمة، ولكن بالتأكيد المنافسة كانت قوية، يعني قوية لآخر درجة، يعني وشفناها أنه ما كانت منافسة سهلة، ولكن بالتأكيد هم ما ينظرون إلى سباق واحد إلى عدة سباقات. اليوم شاركوا في طواف دبي، شاركوا في طواف عمان، شاركوا في طواف أبوظبي، قاعدين يشاركون للعلم مع الفريق هذا في عدة طوافات أخرى حول العالم. لكن نشكر لهم أن مشاركتهم كانت بالنجوم معانا نحن، يعني ما ارتاحوا أن يكونوا في فرق في دول أخرى ولكن بالنجوم. واليوم سمعت ان في اخبار مميزه عن بعد استقطاب بعد صحيح. يوسف استقطاب اثنين من المواهب الدراجين في الامارات، وهذا شيء مكسب بالنسبه لنا كبير ان يكونوا موجودين في بعد شباب مواطنين يشاركون على المستوى الدولي، وهذه فائده الاستضافات. انت دائما يعني احنا شعارنا واستراتيجيتنا دائما وماخذينها من حتى شعارنا بوجود الثلاث خطوط اللي موجودة اللي تمثل السترايب اللي موجود، أن نحن نعتمد على عملية الاستضافة، عملية المشاركة، عملية المنافسة. أنت لابد أنك تستضيف أحداث لكن لابد أنك تشارك فيها، ولابد أنك توصل لمرحلة أنك تنافس في الأحداث هذه. المنافسة تحتاج عمل منظم وعمل طويل صحيح. بالتأكيد، لكن تبدأ من عملية وضع نموذج ينظر للجيل القادم أن هذا النموذج أبغى أشارك فيه. اليوم الصغار لما يشوفون الطواف بيكون في طموح عندهم أن يشاركون فيه، مثل ما شفنا انتشار كثير من الرياضات اللي موجودة عندنا اللي تميزت، شفنا انتشار الدراجات، شفنا انتشار الجوجيتسو بما أنك أنت موجود وياهم. لما يكون في اهتمام، لما تكون البطولات هاي حاضرة حتى الصغار يشاركون، شفنا صح. الأسبوع الماضي حجم أو الصغار اللي شاركوا في بطولة عام زايد صح. يعني عدد ومناظر جدا مميزة خليك أنك تفتخر أنه صحيح. المستقبل راح يكون مشرف صحيح. إن شاء الله. سيد باولو، يعني أنا يمكن لفت نظري أبو حمد عن الحديث عن نقطة جدا مهمة، الاتحاد الدولي إذا كان بيطور أي طواف أو أي سباق لازم تطلع الفكرة وتطبيقها من هنا من العاصمة أبوظبي. هذا التبرهين اللي أنتم كمنظمين تبرهنون للعالم أن النجاحات تتحقق من هنا من العاصمة أبوظبي. Well, it's a big challenge. أنه تحدي كبير جدا.
نأتي أن نعمل في هذا البلد. لذلك يمكن أن نجد هنا كل الفرص والإمكانيات حتى نصنع ونقدم حدث رياضي كبير. وأعتقد أنه المهم جدا. أريد أن أركز وأنا أقول أن أسف لأن السيد قال كل شيء، ولكن هنا أيضا هناك تفهمون أن هناك استراتيجية وهناك استراتيجية ومرحلة خطوة خطوة نحن ننفذ هذه الخطوات إلى الأمام. والركيزة الأساسية دائما نحترمها، ولكن هذه فرصة كبيرة جدا وبلد كبير رائع. وأيضا أن الإمكانيات في العمل هنا دائما حتى مع الفرق، وهذا يعني أنه يمكنك أن تتطور من ناحية الرياضية مع منظمين الرياضيين وأيضا كرياضيين. أبو حمد، يعني يمكن الوقت دركنا، لكن نقطة جدا مهمة يا ريت سريعا تحدثنا عنها، عن المشروع اللي يعني خلينا نقول مشروع دراجة، تدشين أول دراجة هوائية رياضية مصنعة بالإمارات من خلال الطباعة الثلاثية الأبعاد، اللي تعاونكم مع كلية من خلال إعادة تدوير المواد المستخدمة. نعم بالتأكيد كان في يعني هذه من الأشياء اللي تفتخر فيها أن تكون موجودة. يعني نحن من خلال فترات السباق دائما يكون في عندنا دور مجتمعي لابد ان احنا نأديه. يعني خلال الفترة الماضية فقط في طواف 2018 قدمنا ما يقارب من 1400 قدمنا دروس توعية لما يقارب من 1400 طالب في مدارس أبو ظبي في مختلف المناطق اللي موجودة التعليمية اللي موجودة، سواء أبو ظبي أو منطقة العين أو منطقة الظفرة، بهدف ان بالتعاون مع الشرطه ودائره النقل بهدف وجه القياده بعوامل السلامه والامن، وفي نفس الوقت توعيتهم عن اهميه الرياضه للصحه. خلال الفتره الماضيه الدكتور عارف الحمادي مدير جامعه خليفه تواصل معنا عن عمليه فكره مشروع هم قاعدين يتبنونه في عمليه اعاده تدوير بعض المواد، وليش لا؟ يعني من وحي استضافة طواف أبو ظبي والانتشار اللي موجود، ليش ما يكون في إمكانية لتصنيع دراجة من خلال مواد موجودة كاربون فايبر أو تيتانيوم موجودين مستخدمين كمخلفات متبقية من مصنع استراتا الزين، ويعيدون استخدامها للدراجة. والحمد لله شبابهم وطلابهم قدروا في جامعة خليفة أن يستعرضون الدراجة لسمو الشيخ حامد بن زايد رئيس الجامعة في خلال زيارته اللي كانت قبل يومين من الطواف. وفي نفس الوقت الدراجة هذه تم تجهيزها وتم اختبارها مصنعة كفريم كاملة من قبل الطلبة اللي موجودين في الجامعة. شيء صراحة لما تشوف على أرض الواقع يدعو للفخر. نتمنى أن اليوم ينتقلون من مرحلة الفكرة هذه إلى مرحلة أن تبنيها، سواء كان بإنشاء شركات لصناعة الدراجات، لأن مثل ما قال باولو قبل شوي أن هاي صناعة مزدهرة. يعني حتى لو تشوف المحلات اللي موجودة تحس بقيمة هالشيء، وفي نفس الوقت أن هذه معتمدة على نفس المبادئ اللي نحن كدولة الإمارات نعمل عليها في عملية إعادة تدوير الطاقة، الاستخدام الأمثل للطاقة، أن هذه مستخدمة من مواد مميزة ويتم إعادة تدويرها وإنتاج فيها هالدراجة هذه. المشروع صراحة جدا جميل. نحن إن شاء الله راح يكون في عندنا جلسات معهم إن نشوف إن كيف إمكانية التواصل حتى مع مصانع الدراجات، إن نوصل لمرحلة إنه ممكن يؤخذ بها الفكرة هذه أو حتى يتم تصنيعها لو أحد المستثمرين بدأ يفكر في عملية دعم هالمشروع الطلابي المميز. على بمناسبة تدويره لازم أشكر بعد وبعد شركة تدوير الشركة هذه اللي تعمل في الخفاء صراحة، ولكن شريكنا في عملية تتكلم عن مثل ما قلنا يعني كل يوم 200 كيلو، وهال 200 كيلو هاي فيها كثير من أعمال التنظيف تتم أعمال التنظيف هذه خلال أقل من 4 ساعات بعد السباق. كامل جهد جبار. وهذه الشركة أكيد إنه يعني هي تهتم بنظافة مجتمعنا كامل، فأنا وجه لهم بكل الشكر على الجهد اللي يقومون فيه. وأخيرا أشكر جماعة المارشلز 1450 متطوع بدون أي مقابل قاعدين يشتغلون معنا. في المجمل راح يكون شغلهم خلال أحداث اللي موجودين معنا ما يقارب من 14 ألف متطوع، والكل يدري أن اليوم الحمد لله
مارشال الامارات قاعدين يشتغلون سواء في فعاليات اللي موجوده في مجلس ابو ظبي او في الفورمولا 1 او ان شاء الله خلال بعد السنه القادمه او السنه هذه من خلال الالعاب الاقليميه. الهدف انه يكون عندنا 20 متطوع يعملون في الالعاب الدوليه للاولمبياد الخاص في 2019 في مارس، وان شاء الله في كاس اسيا. هالشباب هذه مهما قلنا عنهم ما راح نوفيهم حقهم، لانه بالفعل يكسون رساله دوله الامارات في الاهتمام في العمل التطوعي. يعني نتمنى ان دائما يكونوا موجودين. وللعلم اليو اي مارشلز او مارشال الامارات شاركوا في تنظيم الفورمولا 1 في المكسيك، شاركوا في تنظيم الفورمولا 1 في باكو في كازاخستان، شاركوا في وراح يشاركون بعد في موسكو في تنظيم كاس العالم. يعني واجهة للتطوع الرياضي على اعلى مستوى، ويعتبرون اول منصة شاركت في منصة متطوعون الامارات اللي يرعاها المجلس الوزراء. العمل التطوعي عمل جدا مميز. نعم. الحمد لله يعني بدينا في العمل التطوعي من يوم كنا صغار، وهذا الشيء يستمر معك وما تنسى، وتم دائما تذكر اول فتره اشتغلت فيها في العمل التطوعي. جميل. عموما انا شاكر لكم، شكرا لك سعاده عارف العوان الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي على تواجدكم. ان شاء الله اتمنى لكم دائما من خلال هاي النجاحات وابهار العالم بتنظيم العاصمه الحبيبه ابو ظبي للاحداث الرياضيه. نحن شاكرين لكم، انتم احد اهم الرعاه. الله يسلمك. لازم نقول هالشيء، مش يعني متحول، لكن قناه ابو ظبي الرياضيه راعي القميص الابيض، قميص الشباب، قميص المستقبل اللي دائما معانا من اول سنه. ما ننسى الرعاة الآخرين، المارية، بريد الإمارات اللي لأول مرة يكون عندنا طابع صراحة. نحن افتخرنا فيه، هذا الشيء مميز. طابع للطواف، طواف أبو ظبي موجود، شيء مميز وجميل. وفي نفس الوقت شركة مجموعة الفهيم ومرسيدس اللي يزودوننا بما يقارب 73 سيارة أغلبها جديدة خلال كل فعالية، سواء بطولة الجولف أو حتى هالبطولة، وشافوهم الكل. طيران الاتحاد، الطيران اللي ينقل كل هالمتسابقين من كل دول العالم، وقاعد وهو مثل ما هو ينقلهم من محطة إلى محطة، هو بطل الكلاسيفيكيشن دائما، بطل المحطات اللي موجودة في سباق الانترميديت. يعني كل واحد والدعم هذا اللي نحصله، نحصل كل شخص فيهم او كل راعي يبحث عن شيء مميز يبين هويته ويبين رسالته. صحيح. مثل بريد الامارات اصروا ان ياخذون القميص الاخضر، لان قميص السرعه اللي يميزهم في وصول بريد الامارات باسرع وسيله ممكنه. صحيح. فاكيد شاكرين لهم ونشكر باولو كنا معاه نجرب نشوف في الجوله الاخيره من جيرو ايطاليا السنه اللي طافت التايم ترايل اللي موجود في ميلان. الحمد لله اليوم يعني نجحنا ان نطبق جزء منه، ولكن بالتاكيد عندنا عمل كبير راح يبدا للسنه القادمه. ان شاء الله انتم تكونوا معنا، احنا نبغيك انت نسحبك حق حاضر ان شاء الله حق الطواف بعد ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا اشكر السيد باولو بيلينو المدير العام لشركه ار سي اس الرياضيه، ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح دائما من خلال تعاونكم ومشاركتكم مع مجلس ابو ظبي الرياضي. شكرا لك. Thank you very much. شكرا جزيلا. See you in Abu Dhabi. See you in Abu Dhabi. We'll take him to the Giro. عموما مشاهدي الكرام، بكل تأكيد فخورين من خلال نجاحات طواف أبو ظبي، ومستمرين في الحديث عن الدراجات بعد الفاصل، موضوع آخر في الدراجات الإماراتية. شعب دولة الإمارات هذا شعب حقيقة أنه هو شعب يستحق كل الخير، ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف. وكل ما عملته هذا هو ما هو إلا لهذا الشعب ولهذا الوطن، ليسعد شعب هذه الدولة ويرى
ما عمل لشانه وقدره، وربنا يوفقنا لكل خير وكل ما فيه صلاح وكل ما فيه من التقدم لشعب دولة الإمارات الحبيب، شعب دولة الإمارات الكريم، شعب دولة الإمارات الذي يستحق كل عون من هو يكون قائد له أو مسؤول عنه. الإماراتية، آخر المستجدات، أهم الإنجازات، أبرز التحديات وتفاصيل الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها الإمارات. الرياضة في أسبوع على أبوظبي الرياضية. أكثر من 120 فارساً وفارساً على أرض منتجع الفرسان الرياضي الدولي للتنافس والفوز. كرة القدم هو الأغلى. كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز على أبوظبي الرياضية. الإثارة والتشويق في كأس إيطاليا على ملعب الأولمبيكو بين لاتسيو وميلان. كل الاحتمالات واردة بين الروسونيري والبيانكو سيليستي من أجل تذكرة واحدة لنهائي الكأس بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين بدون أهداف. الإثارة والحماس في قمة المواجهات الإيطالية على أبوظبي الرياضية. أهلا بكم من جديد، مستمرين في حلقتنا أبوظبي اليوم، هذا المساء الذي خصصناها لموضوع الدراجات. وكان الحديث في بداية الحلقة عن طواف أبوظبي الذي أبهر العالم من خلال نجاحاته. لموضوع آخر ولكن محليا، يوسف ميرزا بطل من ذهب استطاع أن يعود للوطن بذهبية آسيا. ميرزا الفائز والمتوج بأول ميداليتين أسيويتين في تاريخ اتحاد الإمارات للدراجات في سباقي الطريق والمضمار، وهما أقوى سباقات القارة الأسيوية واللي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين. وأحرز ميرزا الميدالية الذهبية في البطولة الأسيوية للطريق في مينمار، كما حقق الذهبية الثانية في البطولة الأسيوية للمضمار التي اختتمت مؤخرا في كوالالمبور. الانتماء لتراب هذه الأرض الطيبة يعني كل معاني التجرد ونكران الذات. يوسف ميرزا هو واحد من سفراء هذه الأرض المعطاء في مجال رياضة الدراجات، وعندما يذرف الرجال الدموع، دموع الفرح، لعمري هي العبارات الصادقات في حب الوطن.
يوسف ميرزا دراج يتنفس حب الإمارات عشقا، رياضي مهموم بواجبه تجاه وطنه حد الوله، متيم برفعة بلاده ورفع علمها في المحافل العالمية حد الثمالة. كان له ما أراد خلال الفترة الأخيرة عندما عانق ذهب البطولة الآسيوية في ميانمار في إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه لدراج إماراتي، فكانت اللحظات المؤثرة عند صعود المنصة وكيف عض على الميدالية الذهبية تعبيرا عن شوقه للحظة طال انتظارها. ميرزا كان أول دراج إماراتي يتأهل المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد أن بدأ مشواره في نادي الخليج عام 99، انتقل بعدها النادي الأهلي خلال الفترة من العام 2005 وحتى 2013، تحول بعدها لقلعة النصر ليسطع نجمه بعدما ضمن فريق أبوظبي الإمارات بعد إشهاره رسميا في العام 2017. حاليا يتواجد يوسف ميرزا المولود في 8 أكتوبر للعام 1988 يتواجد ضمن كتيبة فريق أبوظبي الإمارات بهوية عالمية تجاوزت حدود المنطق والمعقول عندما حصد ميرزا ورفاقه لقب طواف أبوظبي في أول ظهور لهم في العام 2017 وبرصيد لا يقل عن 8 ميداليات ما بين برونزية وفضية قبل أن يحصد الذهب في ميانمار أخيرا. يسعدني أن يكون معي في الاستديو البطل الآسيوي في الدراجات وصاحب الذهب بالدراج يوسف ميرزا، وكما أسعد بالترحيب السيد عبد الناصر الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للدراجات. أرحب فيكم أساتذة من خلال تواجدكم معنا في برنامج غضاء اليوم. أهلا وسهلا. ببدأ وياك يوسف، مبروك أول شيء على الذهبيتين. الله الذهبيتين الله. إنجاز كبير حققتهم بكل تأكيد في فترة أسبوعين. الحمد لله. أول شيء بسم الله الرحيم، طبعا مشكور عن الاستضافة. بالنسبة للإنجاز ذهبي بداية أنا أحب هذه الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ الله ورعاه، ولا أخواني حكام الإمارات، ولا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أخو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهم الله ورعاهم. طبعا الإنجاز جاء بعد طول انتظار صراحة، ما أبغى إيه مثل ما يقولون، ممكن انتظرت مثل هالإنجاز أو هالميدالية أكثر عن 10 سنوات اشتغلت عليه هذا السباق، مثل ما يقولون الناس ما تفضلت أخوي طارق أقوى سباقات القارة الآسيوية، والحمد لله من بعد شغل وجهد وتضحيات قدرت أخيرا أنتزع الذهبية. عبد الناصر أكيد لكم دور كبير جدا في اتحاد الإمارات للدرجات، تحديكم وإصراركم يمكن كان مع بداية تشكيل هذا المجلس حول يوسف ميرزا والإنجازات المتوقعة في تحقيقها للدراجات الإماراتية. أول شيء في الحقيقة أشيد باللاعب يوسف ميرزا، طبعا لاعب مقاتل. أنا طبعا يمكن كملت وياه تقريبا 8 سنوات قبل دورتين والدورة هاي الثالثة وحين الرابع نمشي فيها. الله يسلمك. وماسك وياهم لجنة المنتخبات أكثر من الحين الدورة الثالثة. ما شاء الله. لجنة المنتخبات يا يوسف، يعني على ما يقولون عاصرنا فترة. أنا عمري 18 سنة تقريبا. من بداية الرحلة خلينا. من بداية الرحلة نعم ويا يوسف ميرزا. يوسف ميرزا أنا شكل ما قلت لاعب مقاتل. يوسف ميرزا تحمل كثير حتى وصل إلى الهدف اللي هو كان يرسمه. مر بمراحل إصابات ومراحل في عمله ومراحل كثيرة حتى في حياته إلى أن وصل للهدف اللي بغاه. يمكن خسر وبعدين أحرز المركز الثاني السنة الماضية في البحرين وبعدين رسم للهدف وصل له وأحرز اليوم ذهبيتين، ذهبية في المضمار وذهبية في الطريق. هذا ما هي طبعا من فراغ، هي من تعبه صح. جهده مشاركاته خلال الفترة اللي طافت. الشيء اللي أنا دائما أشوفه في يوسف ميرزا سبحان الله، يعني مرت مرحلة يمكن انصاب فيها يوسف ودخل المستشفى يمكن ما يقارب كسر كان في يده وغير ما يقارب يمكن الشهر أربع عمليات جريت أربع عمليات فيها شكل ما قلت تركيب صح ولا هاي صعب إنك ترجع اللاعب إنه يقدر يشارك من خلال وخاصة في لعبة في لعبة الدراجات. الدراجات تعتمد على الاستمرارية في التمارين والمشاركات وغيره، لكن ما شاء الله عليه
أنا أعتقد عودته سريع، عنده تحدي كبير أن يحصل على الذهبي وحصل عليها. هذا ونحن كاتحاد الإمارات يعني الدرجات برئاسة الأخ أسامة الشعفار اللي علينا شو هو؟ نحاول بقدر الإمكان قدر المتوفر. نحن كل الاتحادات اليوم تعاني قبل اتحاد الدراجات، لكن نحن حاولنا كاتحاد الإمارات الدراجات أن نسوق للمنتخب ومشاركاته من خلال الفترة اللي طافت. حاولنا نعمل معسكرات خارجية مشاركات، ركزنا على المشاركات في الطوافات وهي اللي ترفع من مستوى اللاعبين، وما شاء الله أصبح لدى اللاعبين وعي في المشاركات خلال الفترة اللي طافت، وهذا اللي انعكس من خلال النتيجة الإيجابية. أكيد. يوسف حدثنا عن مشاركتك هذه الأسيوية وكيف تحقق هذا الإنجاز. بداية إذا جينا نتكلم عن إنجاز، قلت لك أنا في البداية أكيد كان الاتحاد له دور كبير، ما أنسى أخوي إسامة أحمد شعفار رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات الدراجات، وأيضا فريق الإمارات اللي هو يويتي ميمرتس أيضا برئاسة سعد مطر اليبهوني. الجميع ما قصر في إعداد يوسف ميرزا لوصول مثل هذا الفوز، مثل ما يقول فوز غالي علينا جميعا يعني يتحقق في رياض الدراجات، كون يوسف أو كون الدراجة الإماراتية يعني ممكن أول دراج عربي يحرز على لقب بطولة آسيا، أو ممكن أول دراج أيضا خليجي يحرز على هذا اللقب. أكيد يوسف ما اشتغل لوحده عشان يوصل لهالإنجازات، مثل ما تفضل أخي عبد الناصر ممكن ذهبية في الطريق وذهبية للمضار ممكن غريبة شوية على بعض المتابعين الفاهمين في رياض الدراجة، أنك تسوي تبديل أقل عن أسبوع من الرود للترك. كيف قدرت تتحقق هذا اللي أبغي أوصله؟ أكيد هالشيء ما يعني الناس ما قلت لك عدينا لهالشيء صراحة، في تمارين مكثفة في المعسكرات في المشاركات. طبعا بديت الموسم أنا 2018 في مشاركتي في طاف الأرجنتين اللي هو سان خوان مع فريق يويتي ميمرت، والحمد لله قدرت أني يعني أعد لبطولة آسيا أوصل لها بجاهزية كبيرة. بعدها رجعت ثاني يوم على طول أو تقريبا يومين شاركت في طواف دبي. في طواف دبي طبعا خمس مراحل، الكل تابع طواف دبي، كان جدا جدا معدلات عالية مسافات طويلة. طبعا كان خير إعداد للاعب يوسف للمشاركة أو للانتقال لمينمار. في آخر يوم في من الطواف سافرت لمينمار، وصلت ممكن ليلة السباق الساعة 8:30 أنا واصل هناك، والساعة 7:30 الصبح اللي هو انطلاقة السباق اللي مسافة 180 كيلو. فممكن فكان هذا هو التحدي. أكيد هذا هو التحدي الكبير. طبعا صح. وقفنا ترانزيت شوي في تايلاند لأنه ما في طيارة داير. الشيء الثاني صحيت الصبح وأنا كلي ثقة أني أدخل السباق وأنا ما أضيع المجهود اللي تعبوا عليه الجماعة عشان كلك أوصل. ثقة بأنك ما ضيع المجهود ولا كلك ثقة أنك بتحصل على الذهبي؟ لا كلك ثقة، أول شيء أني ما أخيب ثقة الإدارة سواء كان الاتحاد أو فريق الإمارات للمحترفين أن بإعداد أو باختيار يوسف لهال التحدي الكبير مثل ما يقولون. لكن الحمد لله أيضا دخلت السباق بثقة، مستحيل تدخل السباق بدون ثقة. لا أنت رايح السباق بدون ثقة عبارة أنت خسران من قبل لا تروح، فأحسن أنك لا تروح. لكن الحمد لله أيضا زملائي بالفريق ما أنساهم. طبعا رياض الدراجات مثل ما يقولون فريق فردية، لكن أنا أشوفها صراحة فرقية. نفس ما أنت شفت اليوم في طواف أبو ظبي المرحلة الختامية فالفيردي الكل اشتغل له عسبت يفوز في الطواف. فشيء أنا أشوفه عكس المسمى، ممكن اللعبة الفردية لا أنا أشوفها فرقية. طبعا زملائي كانوا موجودين، محمد المروي محمد المنصوري جاب المنصوري هم كانوا الجنود المجهولين في سباق مينمار البطولة الآسيوية، والحمد لله خدموا الفريق والمنتخب للوصول بيوسف المقدمة. من بعد كانت هذه الثقة الحمد لله ما خابت، ووصلت لخط الفينش أو خط النهاية مع أربع دراجين قدرنا الانسلال في آخر 15 كيلو. وصلت مع دراج ياباني أيضا محترف في وريق وورد تور، دراج إيراني، دراج هونغ كونغي. لكن سبحان الله كانت ثقتي في نفسي، ممكن ما بغيت العام الماضي في البحرين حققت فضية، ونفس ما شفنا الفيديو قبل شوي قامت الدمعة تضرب بدون ما أحس صراحة، أنك تمثل الإمارات وينعزف النشيد الوطني قدام ممكن جميع دول آسيا مشاركين. صحيح. فوق 28 دولة اتحاز المركز الأول، شيء فخر يشعر بالفخر. عبد الناصر خبرني يعني ثقتكم أنتم في اتحاد الإمارات للدراجات يعني في اللاعب يوسف ميرزا، صراحة هل كنتم متوقعين أنه يحقق ذهبيتين صراحة؟
أكيد نحن متوقعين أني حقق ذهبي. ليش؟ لأن يوسف ميرزا لاعب مميز، لاعب ملتزم 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 في حضوره، في التزامه، حتى في تأثيره على اللاعبين الآخرين داخل منتخب الإمارات. اليوم هو ينقل كل حاجة للاعبين، الالتزام، الأكل، النوم، الوقت، التمرين، غيره. يعني هل تتوقع إن شو الساعة 4 الفجر قبل صلاة الفجر 4 يتمرنون؟ 4 إلى الساعة تمام في الجو الحار، يقصد في الجو الحار قبل لا نسلم، يعني قبل بعدنا ما دخلنا معسكر في فترة إنك تعد نفسك صلاة الفجر 4 يلا تقريبا قبل هم يبدون ثلاث يجون ثلاثهم لا يجون ثلاث لأن الجو ما يسمح إنك الساعة 3 يجون ومن عقبه يبدون تمرين من بعد الصلاة بطبعا. هذه تضحية من التضحيات اللي تفضل لا تنسى بعد ما ب يعني ما معسكرات أو غيره لا يجون من بيوتهم اللي ساكن مثلا في رأس الخيمة، اللي ساكن في دبي، اللي ساكن في خورفكان، اللي ساكن في ويلتمون وين في اللي هو في الشارجة، المضمار موجود في الشارجة، ودائما مركز التدريب يبدأ من الشارجة ومن ثم يطلعون إلى برا. هذا السبب الرئيسي أنا أعتقد. ثانيا وثانيا بعد المتابعة الحثيثة من الإخوان رئيس مجلس الإدارة دائما أعتقد هو على اتصال ويا الأخ يوسف ويتابع المنتخب، كذلك الأخوة لويت من ناحية الإدارة المالية بدون ما نتكلم نحن الشيء اللي نستطيع به على طول، هو يأخذ إجراءات ما يتأخر، أو الأخ مدير عندنا المنتخبات علي الوالي متابع مثل الأب، علي الوالي مثل الأب للاعبين، يحترمون يسمعون يأخذوا وياه. أنا أعتقد التيم يعني من الرئيس إلى أي عضو موجود. لا هو حقيقة إذا بغينا نذكر يعني صراحة اتحاد مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة سامي الشعفار من أنجح الاتحادات الرياضية هنا في الإمارات من خلال الصورة المشرفة اللي دائما ما تشرفونا فيها من خلال المشاركات. لكن برجع للنقطة اللي هي نفسها صراحة، هل كنتوا بانين الأمال على ميداليتين ولا على ميدالية؟ ولا التحقق هذا كان مفاجئ بالنسبة لكم، ولا هذا كان من خطتكم في البداية؟ والله شوف، المنافسة على آسيا مش منافسة بسيطة. أنا يعني حضرت وياها العام في البحرين حضرت وشفت السنة، المنافسة مش سهلة للمنافسين الموجودين، لكن يوسف في كل فترة يستفيد من الفترة اللي قبلها ويطور نفسه. فأنا سبحان الله دخلت أشوف يوسف ما شاء الله قبل السباق مرتاح، يعني بالأخص في ماليزيا. ماليزيا. فحسيت إني إن شاء الله في. كنت معه. فالتسخين واقف معي. أنا رئيس البعثة. زين. فيوم كنت مع لحظة وصوله لخط النهاية. صف لي شعوره. والله ما قدرت أعبر يعني. الصراحة شعور ما يوصف، يعني إني يحصل على ميدالية على يقولون من فم الأسد، يعني من الآسيويين صعب. يعني أنت تدري، أنت لو تنظر لتدريباتهم والتزامهم أجسامهم وأجسامهم كلاعبين وشيء غير طبيعي. أنا أتمنى يعني إنه فترة من الفترات تكونون حاضرين يعني وتشوفون يعني هذا الشيء. يوسف نعم، لحظة وصولك خط النهاية وصف لي شعورك في الطريق ولا المضمار؟ لا في الطريق، في المضمار. أنا ما أبغي الطريق. في الطريق أول شيء، في الطريق قمت أرمس أمري صراحة، ما مصدق. وين في الطريق؟ في الطريق في مينامار يعني؟ لا في مينامار، أقصد سباقات الطريق. سباقات الطريق يعني سباق الطريق في الفاينل اللي هو معروض الحين على الفيديو. فهني على قبل لا، أول ما قعدت هني رفعت إيدي كنت أكلم نفسي أقول الوعد اللي قطعته لعمرك قبل 10 سنوات الحين بيتحقق في آخر 10 أمتار من السباق. فكلمت نفسي قلت يا يوسف إنك بتحقق الميدالية يعني بتحققها. فالحمد لله الله كرمني بذهبية هالسنة، وبعدها انتقلت للمضمار صراحة. ممكن الجاهزية الفنية اللي أنا فيها توقعت ميدالية ثانية. في أول ما شاركت في سباق الأومنيوم حققت فضية، طبعا ما ذكرت في التقرير لكن الفضية موجودة هذه في سباق الأومنيوم. ايضا ضاعت اي ذهبيه في الامنيوم، لكن ما يا ريت بس ترفع للمشاهدين الميداليات هذه اللي عندك يعني، وتقول تحدثنا كل ميداليه مالها. هذه ذهبيه المضمار طبعا في سباق البوينت ريس اللي هو سباق النخاط، يمتد ل 120 لفه في المضمار. طبعا هذه بعد سباق الطريق في ماينمار اللي هي الميداليه الغاليه علي انا، وهذه الفضيه اللي تكلمت عنها قبل شوي. نرجع نتكلم للمضمار. بعد ما دخلت المضمار حققت الفضية في سباق الأومنيوم. طبعا سباق الأومنيوم يعد من أقوى السباقات في المضمار. شوي احنا في رياضة الدراجات أو في الإعلام أو المتابعين مو معروف عنها السباقات، لكن المنافسة فيها ممكن تكون أقوى عن الطريق.
لكن الحمد لله في وجود الاخ عبد الناصر واعضاء مجلس الاداره ورئيس الاتحاد اسامه، هالشيء اعطاني الدافع انك يا يوسف لا تستسلم، نفس ما حققت في الطريق بتحقق في المضمار ايضا. ونفس الشيء في التسخين كنت اكلمه قلت له اليوم شوفني بالسباق. يعني ايضا وجهت له ابو احمد وجهت له اسامه، قلت له اسامه شوف السباق بنفسك اليوم، ممكن كل مره يوصلك كلام انه يوسف فاز او يوسف، هالمره باك تشوف بعينك بنفسك. طبعا هو كان في المقصوره الرئيسيه، وبالفعل اللي برا السباق يقول لي عقب السباق يوسف احنا تدوخنا من كثر ما تلفون في المضمار 120 لفه، فما بالك المتسابق. لكن الحمد لله يعني المنافسه، شوف قد ما انت تسوي وتتعلم وتشارك تكسب مزيد من الخبره. صحيح. ممكن في المضمار العام انا حققت برونزيه لكن ما استسلمت، هنا ب 2018 حققت ذهبيه. فالحمد لله دائما هذا الاصرار والعزيمه، هذه يعني هالشيء ما بيتوقف على يوسف فقط، اكيد اخواني اللاعبين بيكملون المسيره، وايضا انا بكون معاهم مع اعضاء مجلس الاداره في الاتحاد ان شاء الله، حتى في ممكن الجيل اللي بعدنا ما ممكن مش بس يحقق ذهب، ممكن الذهبيات ان شاء الله تمتد ان شاء الله. في عبد الناصر واحنا نتحدث يمكن عن الانجازات اللي حققها الاتحاد الاماراتي للدراجات، يمكن اول اتحاد رياضي هنا في الدوله يطبق القرار السامي لسيدي صاحب سمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيه رئيس الدوله حفظه الله بسماح للمقيمين بالمشاركه اعتقد في بطولاتكم او سباقاتكم. نعم. تحدثنا عن نحن طبعا في البداية كنا ما كنا يعني شيء مشترك بين اللاعبين المواطنين والمقيمين، كنا نعمل سباقات تخصصية يعني منفردة للمقيمين اللي هم سباقات منفردة، وهذا الشيء عملنا بعد سباقات مشتركة بينهم بس نحسب نتيجة المقيمين بروحهم ونتيجة المواطنين، لأنه ما يصلح أنت تحسب النتيجة في نفس بس تخلق نوع من المنافسة تخلق نوع من المنافسة. حلو. وهذا الشيء القرار الحكيم من صاحب السمو الشيخ خليفة والرؤية الحكيمة له، أعتقد أنها بتكون لها انعكاس كبير في تطور الدراجات في دولة الإمارات والألعاب الأخرى. صحيح. إنزين الدراجات بالخصوص عندما يكون من إخواننا الموجودين العايشين على أرض الدولة ومن مواليدها ما شاء الله فيهم مواهب، ممكن يكون عندهم طاقات كبيرة نستفيد منها نحن وتخلق نوع من المنافسة بين أبنائنا الأخوة المواطنين يعني في الدولة. فإن شاء الله أتوقع أن خلال الفترة الجاية بتشوفون يعني إن شاء الله. وأنا بعد أبغي أركز على نقطة مهمة اللي هي نقطة اللاعب ما يستوي لاعب بطل إلا من خلال المشاركات. صح. يعني ما بلازم أنا أروح أشارك عشان أقدر أنافس عشان أقدر أحقق بطولة، لا، أنت لازم تروح تجرب وتشوفه بعينك، تشوف الأبطال عشان تنكسر عندك الرهبة، وهي أعتقد يوسف يمكن عاشها. صحيح. تنكسر في كل عندك. في كل الألعاب مش فقط كل الألعاب، وتشارك مع الفرق وشوي شوي يعني. يوسف أول يمكن يعرف يوسف قبل 10 سنوات كان يشارك، انسحبت من السباق ما قدرت أكمل ليش؟ في رهبة صح ولا أكيد في خوف في أيضا الأعداد ما كان يعني والمستوى عالي، لكن مع الوقت مع الاستمرارية مع المشاركات في البطولات هاي بدأ شوي المستوى اللي دخل في المنافسه واصبح اليوم ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. زين عبد الناصر قبل ما اختم معكم بالنسبه القادم للدراجات الاماراتيه، ان شاء الله نحن عندنا المشاركه بتكون في اندونيسيا اعتقد، ايضا في كاس العالم للمضمار، وفي عندنا كاس العالم اللي بيكون في المضمار في مانشستر. اي مانشستر. نعم. ان شاء الله يعني على حسب فتره الاعداد، نحن شويه تعرف انت الاتحادات تمر نحن نمشي على الميزانيه الموجوده ومرصوده من قبل الاخوه في الهيئه، مشكورين يعني هم يعني ما مقصرين يدعمون، لكن هذه استطاعتهم. نتمنى نحن ان تكون هناك يعني رؤيه من الاخوه والاخ محمد خلفان رميثي في رؤيته للاتحادات اللي عندها نتائج يعني من خلال دعمه، زيادة الدعم ومضاعفته. الدراجات لعبة مكلفة في معسكراتها، مكلفة في حتى الدراجات في ملابسها في كل حاجة، كل شيء مكلف فيها. فأتمنى يعني أن يكون هناك مضاعفة لأن نقدر نستعد للبطولات القادمة، هذا اللي أتمنى الأكبر. يعني البطولات الأكبر على
عن بطولة آسيا. طبعا على المستوى الآسيوي الحين الحمد لله حقق خلاص. شو القادم بالنسبة لك كلاعب يوسف؟ بس ما تفضل عبد الناصر قبل القادم شوي. المشاركة القادمة بالنسبة أكيد هذه توقف على الميزانية نفس ما قال، لكن احنا إذا نبغى نرتقي خطوة لازم أيضا نرتقي بأعمارنا خطوة، مش بس فقط احنا نقول بنشارك في الجاي أو القادم. طبعا القادم بيكون كأس العالم، لكن كأس العالم أيضا يبغى له تخطيط، يبغي له أعداد، يبغي له شيء يليق في دراجة الإمارات، مش إنه فقط للمشاركة بس للمشاركة. ممكن تصير إثبات الذات، ممكن تصير مش تكمل السباق، مش تنسحب من أول مشاركة على سبة يوم يقولون بطل آسيا مشارك أو دراجة إمارات مشارك، هنا شرف بلاده وشرف علم دولته. فأكيد في القادم بيكون أعداد خاص للبطولات الأكبر عن بطولة آسيا، وايضا في دوره الالعاب الاسيويه بتكون في اندونيسيا، هذه ممكن اهم عن بطوله اسيا، اكيد تحدي كبير بيكون. عموما نتمنى لكم ان شاء الله دائما النجاحات والتوفيق من خلال المشاركات في تمثيل دوله الامارات من خلال لعبه الدراجات. انا شاكر لك شكر خاص اخوي عبد الناصر الشامسي من عام اتحاد الاماراتي للدراجات على تواجدك معنا، نتمنى لكم ان شاء الله دائما النجاح. وايضا بطلنا الذهبي يوسف ميرزا انا شكرا لك، نتمنى لك الاستمرار من خلال هذه النجاحات وتحقيق الميداليات وانعكاسها ايضا على اخوانك اللاعبين في مشاركاتهم الخارجيه. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا في ابو ظبي اليوم لهذا المساء، نتمنى ان نكون قد وفقنا في طرح المواضيع واللي خصصناها للعبه الدراجات. أكيد يوم غد سيكون موضوع جديد ومحاور جديدة فقط على برنامجكم المفضل أبو ظبي اليوم. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.